طبعا المسلمون قد تستغرب قولي أنه ليسوا مؤهلين لمراجعة تراثهم. المعرفة الإنسانية الحديثة هي المؤهلة. نعم. بمعنى أعطيك مثال، الآن عندنا تقدير كبير البخاري، البخاري رحمه الله، محمد بن إسماعيل توفي عام 256، بعده بمئة سنة 356 مات الأصفهاني صاحب الأغاني. لو تبعد الاسمين، اسم البخاري واسم طبعا الأصفهاني، عندنا كتب في نحر الأصفهاني وفي تمام. لو تمسك الكتابين البخاري والأغاني صحيح البخاري وترسلهم المعهد الألماني معرفي مختص بالتاريخ، تقول أخبرونا من أصدق الرجلين، سيخرجون أن الأصفهاني أصدق، سيخرجون لنا أن الأصفهاني أصدق. كيف يعملون البخاري ومصادره، المصادر التي قبل البخاري، مصنف عبد الرزاق ابن أبي شيبة، مسند أحمد، مسند الحميدي، تفسير سفيان الثوري، مقاتل بن سليمان، مغازي الواقدي، يجمعون المصادر. البخاري من فين أتى؟ أتى من هذه المصادر. يعملون مقارنة مثلا، ما هي متونهم اتفقت في أمور، البخاري والله حرف في هذا، منع هذا، هل له توجه، يدرسون عن حال يعني أسرته، عن توجهه السياسي المذهبي، ثم يكتشفون كم بطر وكم حرف وكم فعل. يفعل الأصفهاني نفس الشيء، الأصفهاني ينقل من الطبري، متأخر هو، ينقل من الطبري، من البلاذري، من الواقدي، من كذا، ومعظم مصادره موجودة، لا تجد لا يخرم حرفا. الأصفهاني ترى يعني في ستكتشف المفاجأة أن الأصفهاني صادق في النقل، أن البخاري يتصرف في النقل. حتى ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري جلس يعتذر عن ما يفعله البخاري من البتر ومن الرواية بالمعنى ومن كذا، وتعب في الاعتذار عنه. من الذي جعل البخاري قمة في النقل وجعل أصفهاني كذاب؟ المذهب وليس العلم، ليس المعرفة. بما أننا لازلنا في داخل المعتقلات المذهبية لن نستطيع، سيستمر الشيعي يتهم السني أنه يكذب، والسني يتهم الشيعي أنه يكذب، وسيستمر السنة فيما بينهم، الأشعري يتهم السلفي والسلفي الأشعري، وسيستمر الفرق السلفية فيما بينها، جماعة فلان تتهم كذا. إذن إيش الحل؟ الحل معرفي. هل أنتج المسلمون رجالا باحثين معرفيين مستقلين أم لا يستطيع؟ إذا لم يستطع فالمعارف الدور المعارف الغربية جامعات ومراكز أبحاث هي المؤهلة لو كانت تعرف لفرض هذا.